حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم على طريق التنمية، اللي ناخذكم من خلاله إلى رحلة في سواحل المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، ونستعرض بعض الإنجازات الحضارية فيها. موضوعنا اليوم عن الموانئ البحرية، هذا النشاط التجاري اللي عرفته المنطقة من وقت طويل، وزاد التطور وازدهار بفضل الجهود المخلصة للقيادة الرشيدة. ونظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد للإمارة والاقتصاد الوطني عامة، فيا مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. تطل إمارة الشارقة على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق، وبفضل هذا الموقع الجغرافي المتميز كانت وما زالت الإمارة مركز تجاري رئيسي بين الشرق والغرب، وميناء بحري مهم للتجارة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. ولدى الشارقة اليوم أحدث الموانئ البحرية التي تمر عبرها البضائع والمنتجات المستوردة والمصدرة من مختلف دول العالم. ومن هذه الموانئ ميناء خالد وميناء الحمرية وميناء خورفكان، وهي تمثل أهم أحد المنافذ البحرية للإمارة والشريان الرئيس الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير وتبادل البضائع، ورافد اقتصادي مهم نظراً إلى موقعها الاستراتيجي المطل على الخليج العربي وخليج عمان. تطوير ميناء خورفكان المرحلة الأولى عام 1948، مناولة البضائع 1948، مناولة الحاويات 1986، تطوير محطة حاويات خورفكان، الاستثمارات 220 مليون درهم، إدخال 6 رافعات جسرية جديدة لمناولة الحاويات، العدد الإجمالي للرافعات الجسرية 20 رافعة، إدخال 12 رافعة مطاطية، العدد الإجمالي للرافعات المطاطية 20 رافعة. وفي سنة 2009 أطلقت إدارة ميناء خورفكان خدمة ملاحية جديدة تربط موانئ البحر الأبيض المتوسط بالموانئ الآسيوية عبر مرسل حاويات في الميناء. وطبعاً هذا الإنجاز الجديد بعد استقبال الميناء سفينة بلازاك التابعة لشركة CMA GCM، والبالغة حمولتها 9500 حاوية نمطية، بعد قرار الشركة وهي ثالث كبرى شركات شحن الحاويات في العالم. ومن إنجازات مرسل حاويات في ميناء خورفكان سنة 2009 تحقيقه رقماً قياسياً جديداً تجاوز 343 حركة في الساعة عند تفريغ السفينة ديرة التابعة لشركة الملاحة العربية المتحدة في أثناء رسوها في ميناء خورفكان، في حين بلغ العدد الوسطي لسرعة تفريغ الحمولات الثقيلة 104 حركات في الساعة. وهذه خلال تفريغ السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 277 متر وحملتها 3800 حاوية نمطية. وعزز هذا الإنجاز والإنجازات الثانية والأعمال التطويرية السمعة العالمية لميناء خورفكان وريادته على أصعدة السرعة والكفاءة والقدرة التشغيلية وتقليل النفقات اللي تتحملها شركات الشحن البحري، وهو ما يجعله من المراسي البحرية الرائدة في العالم في مجال عمليات الشحن العابر بخدماتها وموقعها المهم على سواحل المحيط الهندي لإمارة الشارقة خارج مضيق هرمز، وعلى مقربة من مسارات الشحن الرئيسية اللي تربط الشرق بالغرب، ميناء محوري مثالي للشحن العابر بين موانئ الخليج وإيران والهند وباكستان وشرق أفريقيا. إنجاز قياسي لميناء خورفكان سنة 2009 343.3 حركة تفريغ في الساعة، المعدل الوسطي لسرعة تفريغ الحمولات الثقيلة 103.8 حركة في الساعة. وإلى جانب موقعه المطل على خليج عمان ودوره كحلقة وصل بين آسيا والشرق الأقصى وقربه من مضيق هرمز الاستراتيجي، يعد ميناء خورفكان الشهير محطة رئيسية لشركات النقل العاملة بين أوروبا والشرق الأدنى، واللي تفرغ حاوياتها فيه قبل تحميلها بعد ذلك على سفن أخرى لنقلها إلى وجهاتها النهائية في الدول المجاورة وللخليج مثل شرق أفريقيا والهند ودول المحيط الهندي. كما يعد الميناء محطة لاستقبال الحاويات في المقام الأول والمرفأ الوحيد في منطقة الخليج اللي يمتاز بعمق مياهه الطبيعية وله 6 أرصفة تخدمها 20 رافعة جسرية على طول 2000 متر، كما يضم ساحة للتخزين تصل مساحتها
إلى 6800 ألف متر مربع وكثير من معدات المناولة الساحلية، وما يمكنه من تقديم خدمات سريعة جداً للخطوط الملاحية العالمية التي تعنى كثيراً بعامل توفير زمن الشحن والتفريغ. مقومات ومزايا ميناء خرفكان: حلقة وصل بين آسيا والشرق الأقصى، القرب من مضيق هرمز، محطة رئيسية لشركات النقل بين أوروبا والشرق الأدنى، عمق مياه طبيعية يضم 6 أرصفة، طول الأرصفة 2000 متر يضم 20 رافعة جسرية، مساحة التخزين في الميناء 680 ألف متر. هذه الأعمال التطويرية المتسارعة والإمكانيات الكبيرة والإنجازات الفريدة مكنت ميناء حاويات خرفكان من احتلال المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد ميناء جبل علي التابع لموانئ دبي العالمية والمركز العاشر عالمياً. طبعاً ضمن القائمة التي أشرفت على تصنيفها صحيفة جورنال أوف كوميرس الأمريكية 2014 بمشاركة محللين متخصصين. واحتل الميناء هذه المراكز المرموقة بين 483 محطة حاويات و771 ميناء لشركات الشحن البحري تمثل أكثر من ثلاثة أرباع طاقة الشحن العالمية. وقد استند تقرير الخبراء إلى عدة معايير أبرزها كم الإنتاجية ومناولة السفن في كل ميناء والزمن الفعلي بين وصول السفينة ومغادرتها للمرسى، حيث تمكنت محطة حاويات ميناء خرفكان من تداول 100 حاوية في الساعة لكل سفينة. ميناء خرفكان الميناء الوحيد الذي يتمتع بجميع الإمكانيات كمحطة لتداول الحاويات خارج مضيق هرمز، ويتمتع ميناء خرفكان بقدرات خاصة وتنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أهلته للتفوق على مئات الموانئ العالمية. وبفضل موقعه الجغرافي واحتوائه على 6 أرصفة تخدمها 20 رافعة جسرية على طول 2000 متر، وكونه الميناء الوحيد خارج مضيق هرمز، أصبح ميناء خرفكان مركزاً رئيسياً للتجارة ونقل البضائع لخدمة منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وخليج عمان وأسواق شرق أفريقيا. كما ساعد التطور المستمر لميناء خرفكان على أن يكون أول ميناء في الشرق الأوسط يقوم بمناولة سفن شحن الحاويات العملاقة ماركو بولو البالغ طولها 396 متراً. ميناء حاويات خرفكان واحد من أكبر 10 موانئ على مستوى العالم. القدرة التشغيلية 100 حاوية في الساعة. أول ميناء في الشرق الأوسط يناول السفن العملاقة ماركو بولو، الميناء الوحيد في الإمارات لتداول الحاويات خارج هرمز. وإلى جانب الشحن البحري يقدم ميناء خرفكان خدمات جليلة لتعزيز السياحة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عامة. وعلى سبيل المثال استقبل الميناء في ديسمبر من عام 2016 السفينة السياحية كريستال كروز، أولى رحلات 3 سفن سياحية عالمية تحمل قرابة 9000 سائح إلى إمارة الشارقة. واستقبلت الشارقة في الشهر نفسه السفينة الأمريكية الفاخرة كريستال كروز، أشهر السفن الأمريكية وأفضل السفن السياحية المتوسطة الحجم. امتد خط سير رحلة السفينة على الساحل الشرقي للإمارة مروراً بمنطقة كلباء وصولاً إلى ميناء خرفكان، كما استقبل ميناء خرفكان سفينة ماين شيف 3 التابعة لشركة تيو آي كروز في أولى رحلاتها إلى المنطقة حاملة قرابة 3700 سائح معظمهم قدموا من ألمانيا. ومن السفن السياحية التي رست في ميناء خرفكان السفينة تومسون سيليبريشن التابعة لشركة هولاند أمريكان لاين، وتتسع 1300 سائح جاء معظمهم من الدول الأوروبية خاصة المملكة المتحدة. وفي ديسمبر من سنة 2017 وصلت إلى ميناء خرفكان السفينة MSC فانتازيا الإيطالية وعلى متنها 3900 سائح من أوروبا. وكما قالت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أن السياحة البحرية من الروافد الأساسية للقطاع السياحي، حيث تشهد سنوياً نمواً متواصلاً مترافقاً مع خطط الهيئة الترويجية لتوسيع هذا القطاع وتطويره بما يتلائم مع تحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021 لاستقطاب 10 ملايين سائح إلى إمارة الشارقة بين سنة 2016 و2021.
وكانت من خطط الهيئة جذب أكثر من 28 رحلة سياحية إلى ميناء خورفكان خلال الموسم السياحي 2016-2017، يصل بموجبها قرابة 72 ألف سائح. وفرت لهم الهيئة برامج سياحية مختلفة ومتنوعة تواكب تطلعات السياحة من جميع أنحاء العالم، وقد قدمت لهم تجربة سياحية غنية وزاخرة بالأنشطة المتنوعة والثقافية والتراثية والترفيهية بالتعاون مع الموانئ وقرية التراث في مدينة خورفكان. النشاط السياحي لميناء خورفكان 2016-2017، استقبال السفينة السياحية كريستال كروز 9000 سائح، استقبال السفينة ماين شيف 3 3700 سائح، استقبال السفينة تومسون سليبريشن 1300 سائح، استقبال السفينة MSC فانتازيا 3900 سائح. أما عن خطط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، استقطاب 28 رحلة سياحية إلى ميناء خورفكان 2016-2017، استقطاب 72 ألف سائح 2016-2017، استقطاب 10 ملايين سائح بحري بين 2016-2021. 17 يونيو 2011، على صعيد تطوير موانئ الصيادين في المنطقة الشرقية، أنشأت وزارة الأشغال العامة في سنة 2011 180 مرسى بميناء الصيادين في مدينة دبل حصن، ضمن مشروع شامل لتوسعة موانئ الصيادين وتطويرها في المنطقتين الشرقية والشمالية. ميناء دبل حصن الجديد الذي افتتح بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ودعمه بتكلفة بلغت 50 مليون درهم، وهو من أهم موانئ الصيد في الساحل الشرقي.17 فبراير 2012، ولدعم صيادي الأسماك في مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، خورفكان وكلبة ودبل حصن، أجريت سنة 2012 أعمال تطوير وتحديث لموانئ تلك المدن، انتفع بها قرابة 1000 صياد من أهالي المنطقة. ومن تلك الموانئ ميناء الصيادين في خورفكان اللي يستوعب أكثر من 380 قارب صيد، وميناء اللؤلؤية بطاقة استيعابية قدرها أكثر من 100 قارب صيد، ويخدم الميناء ما يزيد عن 380 صياد في المنطقتين، ويخدم ميناء اللؤلؤية صيادي المنطقة ومنطقة زبارة. وحظي ميناء الصيد في كلباء وخور كلباء بأعمال تحديث وتطوير لزيادة قدرتها الاستيعابية إلى 340 مرسى، منها 220 في ميناء كلباء و120 في خور كلباء، يستفيد منها 340 من الصيادين المواطنين. وكان نصيب دبل حصن من مكرمة تطوير موانئ المنطقة الشرقية وتحديثها تعزيز ميناءها بأكثر من 120 مرسى جديد، إضافة إلى 90 مرسى أقيمت من قبل على نفقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليصبح العدد الإجمالي 220 مرسى، وهي 170 للصيادين و40 لحرس الحدود في دبل حصن. أكدت جمعيات الصيادين في مدينة كلباء وخورفكان ودبل حصن أن تحديث موانئ المنطقة دعمت مهنة الصيد وزادت عدد الصيادين وقوارب الصيد وكميات المنتج من الأسماك بمختلف أنواعها. ميناء الصيد في خورفكان الطاقة الاستيعابية 380 قارب صيد، ميناء اللؤلؤية الطاقة الاستيعابية 100 قارب صيد، موانئ الصيد في كلباء، ميناء كلباء، ميناء خور كلباء الطاقة الاستيعابية 340 مرسى، ميناء الصيد في دبل حصن الطاقة الاستيعابية 210 مرسى. 9 ديسمبر 2017، نفذت وزارة تطوير البنية التحتية في نهاية عام 2017 مشروع حفر ميناء الصيادين بكلباء وتعميقه ضمن مساعي جمعية الصيادين بالتنسيق مع الجهات المختصة للنهوض بقطاع الصيد وتلبية احتياجات الصيادين في مدينة كلباء. وقد ساعد المشروع على تسهيل حركة قوارب الصيد واستمرارية تجدد المياه بالميناء. وتبع تعميق الميناء مشروع توسعة مواقف قوارب الصيد بالميناء وزيادة عددها لاستيعاب الأحجام المتنامية لقوارب الصيد،
ومواكبة الزيادة العددية في قوارب الصيد في المدينة، وكذلك الصيادين الذين تجاوز عددهم 600 صياد. تطوير ميناء كلباء للصيادين 2017-2018، تعميق الميناء، توسعة مواقف القوارب، زيادة عدد المواقف. الجدير بالذكر أن ميناء دبل حصن هو ميناء أثري يعود إلى العصر الروماني، ويقع في مدينة دبل حصن التابعة لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضم الميناء مكتباً للجوازات تقدم من خلاله إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة خدماتها لسكان مدينة دبل حصن من مواطنين ومقيمين، انطلاقاً من حرص إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين في مدن الشارقة كافة. وفي سنة 2011 انجز مشروع رد الميناء كورنيش دبل حصن بتكلفة قدرها 175 مليون درهم، وقد أضاف مشروع الردم للميناء 420 ألف متر مربع، وتراوح عمق المساحات البحرية اللي ردمت في المشروع بين 9 و10 أمتار. ردم ميناء كورنيش دبل حصن الإنجاز عام 2011، المساحة الجديدة 420 ألف متر مربع، عمق المساحات 9 إلى 10 أمتار. نظمت أيضاً جمعية صيادين في دبل حصن في يناير من سنة 2014 حملة تنظيف البيئة البحرية الأولى تحت شعار شكراً خليفة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والمجلس الاستشاري وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة واتحاد جمعيات الصيادين في الدولة وجمعية الإمارات للغوص، وتمكنت الحملة من انتشال 1000 طن من النفايات والمخلفات البحرية في ميناء الصيادين بدبل حصن مثل الإطارات والعبوات والأكياس البلاستيكية وأدوات الصيد التالفة في إطار الجهود الرامية للمحافظة على البيئة والكائنات البحرية. وفي الحملة الثانية التي نظمت في يونيو من سنة 2015، تمكن 120 من الغواصين المتطوعين من انتشال 1.5 طن من المخلفات في ميناء دبل حصن، فضلاً عن تنظيف قاع البحر والشواطئ في إطار حملة واسعة لتنظيف أعماق البحر تقودها جمعية الصيادين بدبل حصن لحماية البيئة والحفاظ على الأحياء المائية في البحر وخاصة الشعاب المرجانية. الحملة الأولى لتنظيف ميناء دبل حصن 2014، انتشال 1000 طن من النفايات والمخلفات البحرية. الحملة الثانية لتنظيف ميناء دبل حصن 2015، انتشال 2.5 طن من النفايات والمخلفات، تنظيف قاع البحر والشواطئ. 27 سبتمبر 2018، أطلقت بلدية مدينة دبل حصن في سبتمبر من عام 2018 مبادراتها البيئية المجتمعية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر في ميناء المدينة من النفايات. حملة تنظيف ميناء دبل حصن 2018، تنظيف الشواطئ وقاع البحر من النفايات والمواد المضرة بالبيئة، حماية البيئة البحرية من النفايات والمخلفات، المحافظة على المظهر العام للمنطقة، تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالبيئة البحرية، رفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ. 24 أكتوبر 2018، هذه بعض الإنجازات اللي شهدتها موانئ المنطقة الشرقية التجارية وتلك المخصصة لصيادي الأسماك ولمساعدة هذه الموانئ على القيام بدورها على أكمل وجه. تواصل دائرة الموانئ البحرية والجمارك والهيئات والمؤسسات المعنية في الشارقة تطوير هذه الموانئ وتحديثها وتعزيزها بأحدث الرافعات والوسائل التقنية المتطورة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، خاصة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية في الشارقة وهيئتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات لدعم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدوائر لمواكبة أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال الشحن والنقل البحري. ومن أهم التطبيقات التي أدخلتها الدوائر إلى الموانئ جهاز لوحي صغير يمكن المفتش الجمركي من إدخال معلومات المعاين الجمركي وملاحظاته في أي مكان وإرسال البيانات مباشرة إلى قسم التحليل الجمركي لإجراء المعالجات التحليلية للبيانات والاستفادة من ذلك في توفير الوقت للعمل والمفتش
وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية في الموانئ، هذا إلى جانب كثير من وسائل التشغيل الحديثة والخدمات الكثيرة التي تقدمها موانئ الشارقة لعملائها. إنجازات جديدة لدائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة: اتفاقية توأمة مع شركة دايموند ستيت للموانئ، تعزيز العلاقات التجارية الإماراتية الأمريكية، تسلم الدائرة ميناء ويلمينغتون الأمريكي، تشغيل ميناء ولاية ديلاوير وتطويره لمدة 50 سنة، إدارة 3 موانئ عالمية خارج دولة الإمارات. 13 يناير 2018، هذه الاتفاقيات العالمية والإنجازات الهائلة التي حققتها موانئ الشارقة البحرية ومنها موانئ المنطقة الشرقية بمناطقها الحرة ومخازنها ومستودعاتها الضخمة، جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة والخطط والبرامج الطموحة التي وضعتها دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والتي أسهمت في الارتقاء المتواصل بخدماتها إلى أفضل المستويات العالمية ودعم اقتصاد الشارقة واقتصاد الإمارات عامة، من حيث التطور الدائم لاستقبال الحركة الملاحية المتزايدة. تولي دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة أهمية كبيرة لتوطين وظائفها وتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية ووضع الخطط بعيدة المدى لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية الإمارة، حيث بلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا والإشرافية ووظيفة المفتش الجمركي 100%، بينما بلغت النسبة 79% للمواطنين في الوظائف الإدارية. إنجازات جديدة لدائرة الموانئ والجمارك: دعم الاقتصاد المحلي والوطني، جذب المستثمرين وتنمية الاستثمارات، تعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية، توطين وظائف العليا والإشرافية والمفتش الجمركي بنسبة 100%، توطين وظائف الإدارية بنسبة 79%. كثيرة هي الإنجازات التي حققتها موانئ الشارقة ومنها موانئ المنطقة الشرقية بفضل موقعها المميز على طرق التجارة البحرية العالمية وأعمال التطوير والتحديث المستمرة والخدمات المتنوعة والسريعة التي تقدمها شركات النقل البحري باستخدام أحدث الوسائل التشغيلية والتقنية في مجال الموانئ والاستيراد والتصدير، وقبل ذلك كله بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم بقوة في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، كما يعيد للمنطقة دورها البارز في التجارة العالمية على مر الأيام والسنين.